بالنسبة للقضية رفع هي 59 سنة 2018 جنايات الأمن الدولي عمي الثوار مقيدة برقم 470 سنة 2018 جنوب الجيزة. قرار حيث أن السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى قد حدد جلسة اليوم 10/3/2019 لنظر القضية الماسنة، وقد تبين عدم حضور المتهمين، وبالاستعلام تبين عدم إعلانهم بمقر محبسهم بتلك الجلسة. لذلك قررت المحكمة أولاً تكليف النيابة العامة بإحضار المتهمين المحبوسين وإعلان الباقين بالحضور لجلسة 20/3/2019 مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين منهم على ذمة القضية. ثانياً اختار السيد مساعد وزير الداخلية للتفتيش والرقابة، وكان السيد مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون اتخاذ الإجراءات المناسبة مع المتسبب في عدم حضور المتهمين لجلسة اليوم.